حفيظ دراجي، ولد في 10 أكتوبر لعام 1964، هو إعلامي ومعلق رياضي جزائري. حصل على شهادة بكالوريوس آداب عام 1984، درس بعدها في معهد الإعلام والاتصال وتخرج منها في عام 1988 بشهادة ليسانس في الإعلام. يعمل في قناة بي إن سبورت العربية في قطر. بدأ عمله الصحفي في التلفزيون الجزائري عام 1989 بعد أن كان لاعبا في نادي مولدية الجزائري. أمضى حوالي 20 عاما من العمل الصحفي معلقا ثم مقدم برامج رياضية وسياسية واجتماعية أيضا. حصل حفيظ على العديد من التكريمات والجوائز في الجزائر وخارجها، من بينها جائزة اللجنة الأولمبية الدولية للرياضة والإعلام عام 2004، وجائزة أفضل معلق عربي عام 2001 من جريدة الأحداث المغربية. كان يعمل في التلفزيون الجزائري معلقا على مباريات كرة القدم، ثم أصبح منتجا لبرنامج أرقام وتعاليق، وبعدها برنامج ملاعب العالم بدءا من عام 1990 إلى غاية عام 2002. كما قدم أيضا عددا من البرامج الاجتماعية والسياسية مثل حوار مع المجتمع وبرنامج سهرة الأحلام. عين بعدها رئيس تحرير القسم الرياضي في تلفزيون الجزائر بين عامي 1997 حتى عام 2002، ثم مديرا للأخبار من عام 2002 حتى عام 2003، ثم مساعد المدير العام مكلف بالرياضة عام 2003 حتى عام 2006، ومدير عام مساعد من عام 2006 إلى غاية عام 2008. التحق للعمل في قناة الجزيرة الرياضية. كذلك يكتب دراجي للعديد من الصحف، منها جريدة الحياة الجزائرية والتي توقف فيها الكتابة لأسباب قال إنها شخصية. من مؤلفاته كتاب في ملعب السياسة عام 2020، كتاب دومينو عام 2013، كتاب لا ملاك ولا شيطان عام 2012. حصل على جائزة أحسن معلق رياضي في العالم العربي حسب جريدة الأحداث المغربية عام 2001، وجائزة رياضة وإعلام من اللجنة الأولمبية الدولية عام 2004، وجائزة أفضل معلق رياضي في الجزائر عام 2006، وجائزة أفضل معلق عربي عام 2009 بحسب استفتاء أجراه موقع كرة، وشارك في الاستفتاء 160 ألف مشارك، وفاز دراجي بنسبة 36% من الأصوات. وفي ختام هذا التقرير، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.